والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. نبارك لكم ميلاد المهدي المنتظر، عجل الله تعالى شرفه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ونشكر للأخ السيد عباس السيد نعمة على هذه التلاوة العطرة، آيات من الذكر الحكيم. هذه الليلة وهي ليلة مسك الختام في ليالي أو الليالي المهدوية، والتي ابتدأت بالقراءة، قراءة المولد، ثم كانت الأمسية الشعرية الاحتفال، عفواً كان الاحتفال، وبعده اللي بالأمس البارحة كانت الأمسية الشعرية، وهذه الليلة نختمها بالفرق الأنشودية والأمسية الأنشودية، والتي نتشرف بحضور نخبة من الفرق الأنشودية متفرقة من أصقاع البحرين، على الرغم أن أصقاع تطلق على البلد الكبيرة مساحة، إلا أن البحرين كبيرة بكوادرها ونخبها وفنانيها. ونحن في هذه الليلة مع الفن الملتزم، فن الأنشودة الإسلامية، التي نرجو أن تكون جميع فرقنا الأنشودية ملتزمة بالخط الولائي العام الذي أسس له ووضع له الفقهاء العلماء العاملين في الساحة، الأطر والخط العريض، لكي تكون هذه أو هذا الفن فناً منضبطاً ملتزماً بالأطر الإسلامية المتعارف عليها. الليلة ستكون في هذه أو على هذا المسرح، سيقف أمامنا أربع فرق من مختلف مناطق البحرين، من بربار ستشدو فرقة ثوار القائم، وبعدها من كرزكان أصداء الغدير، ثم بقربنا من كرانة فرقة نور الزهراء، وسيكون مسك الختام من سترة مع فرقة عشاق المنتظر. سنأخذ نبذة عن أولى فقرات أمسيتنا هذه مع فرقة ثوار القائم، كما أرخت لنفسها مشوارها الأنشودي ليلة 15 من شعبان لسنة 1426 في مولد الإمام الحجة. يعني بمعنى آخر، هذه الليالي هي عبارة عن ذكرى مولد هذه الفرقة، فمنه اشتقت التسمية، ومولده كانت الانطلاقة. ومع مرور الأيام والسنوات استطاعت الفرقة بفضل الله وعزيمة أعضائها أن تحجز لنفسها موقعا من مواقع إحياء المناسبات الإسلامية في مختلف مناطق البحرين، نستقبلها مصحوبة بالصلاة على محمد وآل محمد.
اليوم لك يا دنيا وغدا دوري. قد أريد دمعي وأنا أعشق مقدوري، من يضحك في الآخر أسعد مسروري. قد أريد دمعي وأنا أعشق مقدوري، من يضحك في الآخر أسعد مسروري. أمضيت سنيني وجراحي مظلوما مقهورا، طورا مغتربا في أوطاني، طورا مسورا. دوري يا دنيا بجراحي كي أكتشف النور، يكفيني وعدا من ربي كي أحيا مسهورا. دوري دوري كي يكبر نخل جراحي، ينبت بالصبر جناحي. معي وعد وقعه الله بمنه، مهما طال الليل سيأتي بصباحي. دوري دوري ينبت بالصبر جناحي، فمعي وعد وقعه الله بمنه، مهما طال الليل سيأتي في صباحي. مهما طال ليل سيأتي بصباحي. المهدي وعد واحنا عند رافعين الإيد، ننطر صباحا في جراح وصبح ما هو بعيد. المهدي وعد واحنا عند رافعين الإيد، ننطر صباحا في جراح وصبح ما هو بعيد. خل الرزايا تزيد وما نخشى الرزايا تزيد، الله يريد وهذا الله يفعل اللي يريد. المهدي وعد واحنا عند رافعين اللي، ننطر صباحا في جراح وصبح ما هو بعيد. خل الرزايا تزيد وما نخشى الرزايا تزيد، الله يريد وهذا الله يفعل اللي يريد. خل الرزايا تزيد وما نخشى الرزايا تزيد، الله يريد وهذا الله يفعل اللي يريد. الله يريد هذا الله يفعل اللي يريد. ورثنا الحزن والآلام والأرض
والشددا ورثنا الحزن والآلام والأرزاء والشددا وصابرنا ولو طال التصابر واستوى أبدا مع المهدي آمنا لأن الانتصار غدا مع المهدي آمنا بأن الانتصار غدا وأن الوعد فالرحمن لا ينسى الذي وعدا نغني الوعد فالرحمن لا ينسى الذي وعدا ورثنا الحزن والآلام والأرزاء والشددا وصابرنا ولو طال التصابر واستوى مع المهدي آمنا بأن الانتصار غدا نغني الوعد فالرحمن لا ينسى الذي وعدا نغني الوعد فالرحمن لا ينسى الذي وعدا أفلح من صلى على محمد وآل محمد. نشكر فرقة الثوار القائم من بربار على هذا الأداء المتميز والرائع وهذه هي الأنشودة. ما زلنا في هذه الأيام التي نحتفل فيها بمولد منقذ البشرية وهذه الفعالية تقام بهذه المناسبة الجميلة. ثاني فقرات حفلنا فرقة أصداء الغدير من كرزكان تأسست عام 1994 حققت العديد من المراكز المتقدمة المركز الأول في مهرجان الحسين لجمعية التوعية عام 2001 المركز الثاني في مهرجان الزهراء كان في 2007 عدل والمركز الثالث بعد في مهرجان الزهراء في عالي عام 2013 وآخر مهرجان في العام 2015 هذا العام حققت كذلك المركز الأول يعني في مهرجان الزهراء 2007 المركز الثاني في 2013 المركز الثالث وهذا العام المركز الأول في مهرجان الزهراء الذي يقام في قرية عالي الإصدارات إصدارات هذه الفرقة رجل الخلود وطن السحاب وأيام أيوب أو أيام الدرب لهم العديد من الإسهامات وكذلك مشاركاتهم لم تقتصر على البحرين وإنما تم الاستعانة بالملحنين من لبنان إذا كنت لم أخطئ فإلى هذه الفرقة مصحوبة بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وجب علينا نحن فرقة أصداء الغدير إذ نهنئكم بهذه المناسبة مولد الحجة عجل الله فرجه أن نقدم تعازينا لذوي الفقيد الغالي خادم أهل البيت الشاعر الشاب المؤمن أبو مقداد إلى روحه رحم الله من قرأ سورة الفاتحة
مد يديك معا نبني الوطن نعمر الأرض نبيد الفتن ونزرع الزيتون. بل أنت ارفع يديك لأقتلك. أتجهل من أنت؟ أم تجهل ما بيني وبينك؟ أتظن أنك وقومك مسلمون؟ محمد جاء رحمة وتسامح، وهل الإسلام إلا المودة والتصافح؟ فإنا لله من قولك وإنا إليه راجعون. إن طه أثخن في الأرض حتى رقى، وقتل الكفار وأمطر الدم، وإذا أجدب استسقى، ونحن على دربه سائرون واثقون. والله ما كان طه إلا لين القلب حالي، ولم يكن جبارا عصيا، بل كان بالأخلاق متسامي، لكن إذا ما أذن الباري ارتقى وصحبه المطايا، وساروا إلى المنايا، واعتصموا بحبل الله ورتلوا، ألا إن حزب الله هم الغالبون. أتوزع موتا وبقايا حقد الأيام، وتشرع غابات دماء باسم الإسلام. أتوزع موتا وبقايا حقد الأيام، وتشرع غابات دماء باسم الإسلام. أوقف تيارا ولتخمد نارا، الدين بريء من هذا يا ذيل الاستكبار. ليس دين الله لعبا، صنم يشعل حربا، أمة الإسلام تسبى، جاهليات الزمان. اتقوا الأوطان إربا، وادعوا لله قربا، إنها أكبر كذبة، جاهليات الزمان. كلا 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 للإرهاب كلا، لن تثمر صحراء الموت. كلا 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 للإرهاب كلا، لن تثمر صحراء الموت. إنا ندعوكم فتعالوا نبني الأوطان، بالعدل والحب الأسمى بين الإخوان. إنا ندعوكم فتعالوا نبني الأوطان، بالعدل والحب الأسمى بين الإخوان. نملوها وردة ونصون العهد، الوطن الأجمل لا يبنى بالفرقة والإحصاء. يا أخي في الله دعاني، وخياراتي وشالي، واترك اليوم التجني فهو يرضي العملاء. لحمي ودمي همك، والله همي، وكذا تلمك تلمي، إنه وحي السماء. جندا 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 نحمي خط الوحدة، لن تثمر صحراء الموت. جندا 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 نحمي خط الوحدة، لن تثمر صحراء الموت. صلوا على محمد وآل محمد.
الله اللهم صلي على محمد وآله الأطهار. الله اللهم صلي على محمد وآله الأطهار. الله 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 الله. يا ربي صلي وسلم على الحبيب محمد. يا سامعين صلوا صلوا على البشير المؤيد. يا ربي صلي وسلم على الحبيب محمد. يا سامعين صلوا صلوا على البشير المؤيد. سامر قد أشرقت بالجلال واخضرت وديانها والمعالي. إن ولدها الليلة آخر محمد. أشرقت بالجلال واخضرت وديانها والمعالي. إن ولدها الليلة آخر محمد. يا ربي صلي وسلم على الحبيب محمد. يا سامعين صلوا صلوا على البشير المؤيد. صلوا على أحمد. اي والله يا حاضرين. اي والله نور الإمامة. اي والله تم بتمامة. اي والله صلوا يا حاضرين. نور الإمامة تم بتمامة. اي والله يا لايم يا علي. أنا حبي وغرامي للهادي وصية. يا لايم يا لايم خف لومك علي. أنا حبي وغرامي للهادي وصية. يا لايم يا لايم خف لومك علي. أنا حبي وغرامي للهادي وصية. ما شئت مت بغيظي لا تستحي من لفظي. الله شاء حظي في حبهم لأحيا. ما شئت مت بغيظي لا تستحي من لفظي. الله شاء حظي في حبهم لأحيا. يا لايم يا لايم خف لومك علي. أنا حبي وغرامي للهادي وصية. شيل الله يا أبو الحسن شيل الله. الشمس ردت لعلي عقب الصلاة. شيل الله يا أبو الحسن شيل الله. الشمس ردت لعلي عقب الصلاة. والله من دون البشر اسمه عطاء.
كم فضيلة ومعجزة صارت وراء والفضيلة الكبرى والعظمى هدى شيل الله سوى نسل المهدي من نسل وعلا شيل الله يظهر بنوره وتشع أرض وسماء تفخر الشيعة على الدنيا بهوى يا أبو الحسن شيل الله الشمس ردت لعلي عقب الصلاة أفضل الصلاة والسلام عليك نشكر فرقة أصداء الغدير على هذه المشاركة المتميزة. طبعا تذكرت ضمن ما يميز هذه الفرقة أنها تحيي الكلمات والألحان التقليدية في المناسبات الفرائحية كما رأيتم في هذه المشاركة الجميلة. أمسيتنا ستمر سريعا لن تبقى كثيرا لكنها ستكون خالدة في الذكرى. قد يكون بالأمس مكثنا لمدة ساعة ونصف نستمع لنخبة من شعراء البحرين والجمهور كان مصرا على أن يبقى للأخير، لكن هذه الأمسية كعادتها الفرق تكون مشاركاتها مشاركات لا تزيد عن 10 دقائق ولكنها قليل دائم خير من كثير منقطع. في الثالث مشاركات هذه الليلة فرقة نور الزهراء من قرية كرانة تقيم مهرجان الوفاء للشيخ الجمري الوفاء والعرفان تقيم مهرجان الوفاء والعرفان للشيخ الجمري في ذكرى رحيله سنويا. تقيم الأيام الفاطمية بذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء. حصلت على جوائز عدة في مجال الإنشاد والتمثيل المسرحي من إصداراتها ذكراك شع بجماله وكوثر النون. فإلى هذه الفرقة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. في ذكرى رحيله ذلك العظيم الذي أحيا فينا الإسلام بعد أن كان ميتا في ضمائرنا وفي أنفسنا لروح الله الموسوي الخميني نقرأ فاتحة. أعمالنا تعرض على صاحب العصر والزمان في كل ليلة جمعة، وما أعظم ما يسجل في صحيفة أعمالنا
عندما تعرض على المولى صاحب العصر والزمان هو أكثر ما يثقل الميزان، وهو الصلاة على محمد وآل محمد. وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونه ما جرى. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزاه إذا خلا؟ هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى؟ يا مهدي يا مهدي. رباه مل الصبر من كثر البلاء، أما له مولاي في الأفق انتهى؟ بالغ الأرجاس في سفك الدماء، متى نرى الوعد كفجر في السماء؟ أين الإمام رمز السلام؟ متى نراك وترى؟ فأي أرض سيدي تقول كأي ثرى؟ فمتى نرد المنهل يا شبل الزهراء؟ نطفي عذب زلالك جمر الأحشاء. ومتى تمتلئ الأرض بعدل ورخاء، وتذيق الأعداء هوانا فوق عنا؟ ومتى يا أمل الدنيا تبدي لواء النصر، ونحف بك ونراك أفنيت وصول الجور؟ متى نرد مناهلك الروية فنروى؟ متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدى؟ متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا؟ متى ترانا وقد نشرت لواء النصر ترى؟ إنا لوليك مشتاقون يا رباه، بلغه من الأعماق سلاما يا الله. زدنا إكرام نحظى بمقام به يا الله، به يا
بآل البيت من تقطع صلاتك تخيب الله ما يقبل صلاتك. بآل البيت من تقطع شنو صلاتك تخيب والله ما يقبل صلاتك. ثلاث مرات سمعني صلاتك على المصطفى وآله والمهدي سوية. شعبان نور تلاله لا اله الا الله رفرف علينا ظلاله لا اله الا الله. شعبان يا هنياله لا اله الا الله يتفاخر بابطاله لا اله الا الله. مبروك عترة الهادي وصيه مبروك هنوها فاطمة الزهرة الزكية هنوها. مبروكة قلوبنا الجمعة السوية مبروكة هنوها عيدة هاي المسية هنوها. مبروكة يا روحي عطر الفرح فوحي مبروكة يا روحي عطر الفرح فوحي مبروك يا مبروك. شعبان حلبة مجادة لا إله إلا الله بفراحة وبأعيادة لا إله إلا الله. شعبان شهر السادة لا إله إلا الله عسانة من عوادة لا إله إلا الله. هالليلة عمة الفرحة علينا هالليلة بالفرحة نصفق براحة يدينا هالليلة هالليلة نسأل الباري يهدينا هالليلة بالفرحة عن بعض كلنا رضينا هالليلة هالليلة بالجنة طير الفرح غنى هالليلة بالجنة طير الفرح غنى هالليلة هالليلة. يا فرض من الله في القرآن ينزله كفاكم من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. توكم صل على النبي وهذه صلاة المؤمنين لكن صلاتك خافتة ما وصلت عند الحسين. يلا يا حبيبي يلا يلا عليها صلاتك يا حبيبي ترايقين. نشكر فرقة نور الزهراء ونرجو منهم البقاء في المأتم لختام الأمسية. سي زكريا
نشكر فرقة نور الزهراء على هذه المشاركة الجميلة، وكذلك إحيائهم للكلمات والألحان التقليدية في هذه المناسبات الفرائحية. ريثما يجهز الأخوة الكرام، محمد رسول الله، علي ولي الله. تشرف اليوم العشرون من شهر جماد الآخر بمولد الصديقة الزاهرة والنسمة الطاهرة الغرة الباهرة النبعة النبوية سيدة النساء مبشرة الأولياء البتول العذراء فاطمة الزهراء. نشكر جعفر المرخي أو الدي جي جعفر المرخي على هذه الإضاءة الجميلة وكذلك الصوتيات. نرجو من رئيس المعتم السيد نزار يتفضل لتكريم فرقة أصداء الغدير. يعتذرون طبعا لارتباطهم بظرف ما، وسيتم تكريمهم الآن قبل الختام. نشكرهم شكرا جميلا، وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد. آخر مشاركات هذه الأمسية وفرقة عشاق المنتظر. كما أسلفت، هذه الأمسية ستمر سريعا، لم تمضي ساعة لحد الآن، وكانت ثلاث مشاركات من ثلاث مناطق لثلاث فرق عريقة في البحرين، وآخر مشاركات هذه الليلة من جزيرة سترة وفرقة عشاق المنتظر التي تأسست 1996، كانت تسمى فرقة طريق القدس. في عام 1999 تأسس الجانب المسرحي للفرقة وسميت بفرقة عشاق المنتظر للمسرح والإنشاد، تشارك في جميع المناسبات الفرائحية والحزينة والمهرجانات الأنشودية، حصدت العديد من الجوائز في الجانب المسرحي. فإلى هذه الفرقة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. نزف أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام المرجعية الرشيدة وللقائد الخامنئي، ولكم أيها الحفل البهيج ذكرى ولادة منقذ البشرية
الحجة ابن الحجة الإمام محمد بن الحسن المهدي أجل الله فرجه الشريف، جعلنا الله وإياكم من أنصاره والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه المبارك. يا نسمة صباح الجمعة وبريق شمس المعرفة، يا حجة الله على البرايا، يا منبع الطهر الذي سيحويه جبرائيل عند ظهوره، وعيسى من خلفه يجر أذيال الحب والولاء الخالص الذي بثه الله في قلبه من أجلك. سيدي سيدي، هل سيصبح فرحي بذكرى مولدك ندبة لك لتخلصنا مما نحن فيه؟ فقد ضاق بنا الحنين إليك، وذبلت أزهار قطفت لتهدى إليك، فمتى نرتوي من عذب طهرك؟ كلنا باشتياق ننتظرك كل جمعة، فقد ضاقت بنا الدنيا، فعجل فلا فرج إلا بالأمل الموعود. أنت سيدي يا قائم آل محمد، كلما يشتاق قلبي لك يا من لا أراك، ألثم الأرض حنينا علني ألقى خطاك. خذ سلام الله مني ثم خذ روحي فداك، يا إمام العصر عجل كلنا نرجو لقاك. نقدم لكم قصيدتنا بعنوان البدار البدار للشاعر جواد عاشور، ألحان صادق التوبلاني ومحمد سلمان. مهما تواريت أو طال الانتظار، تبقى الحياة إلى القلب القفار. يعلو نداء الذي يرجو الجوار، يا حجة الله عجل بالبدار. عما في الكون الضياء لك يا ابن الأولياء، نحن ها نرجو اللقاء لك يا وعد السماء. نظرة منك تكون كحلة وسط العيون، بلغ الشوق الزبان، بلغ الحب الجنون. عم في الكون الضياء لك يا ابن الأولياء، نحن ها نرجو اللقاء لك يا وعد السماء. نظرة منك تكون كحلة وسط العيون، بلغ الشوق الزبا، بلغ الحب الجنون. ومنها صاح عرقي صاحب العصر بدارا. عشاق
يا ابن التقى يا ابن التقى يا ابن التقى يا فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم 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 من عظيم الشان أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. فرقة عشاق المنتظر نرجو الرجوع مرة ثانية إلى المنصة. يتفضل رئيس المأتم، تفضل مرة ثانية بكامل أعضاء الفرقة. فرقة عشاق المنتظر نشكركم على هذه المشاركة الجميلة في هذه المناسبة المفرحة، على الرغم أن هذه الأيام تمر علينا كثير من يتم تكريم فرقة عشاق المنتظر من جزيرة سترة لهذه المشاركة التي شاركوا بها في قريتهم قرية المرخ، والتي نرجو أن تكون هناك مشاركات أخرى لهم في خلال هذه السنة، لن نقول العام القادم، سنقول خلال هذا العام إن شاء الله. نرجو من الله العلي القدير أن يطيل أعمارهم وأعماركم، وأن تكون لهم مشاركة مسرحية أو أنشودية إن شاء الله. الله يخليكم إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانياً ثالثاً على حب المنتظر. نشكر فرقة عشاق المنتظر شكرا جزيلا على هذا الأداء المتميز والرائع والكلمات الرقراقة والألحان الجميلة. الله يخليكم إن شاء الله. نبدأ بالعد العكسي ونرجو أن يمكث معنا رئيس المأتم السيد نزار مع فرقة نور الزهراء من كرانة. نرجو من جميع أعضائها القدوم إلى المنصة مصحوبين بالصلاة على محمد وآل محمد. ظهر نقصوا الفرقة مشوا لظروف الامتحانات، طبعا جزء من الفرقة من أعضاء الفرقة رجع إلى القرية، أغلب الفرقة الظاهر من الجامعين، بعض الشباب من الفرقة يدرسون في الجامعة فلديهم امتحانات. نشكرهم شكرا جزيلا فرقة نور الزهراء من قرية كرانة، ونقول لهم
حللتم أهلا ونزلتم سهلا قرية المرخ تمد أذرعها إليكم سواء في كل المشاركات التي ستكون إن شاء الله القادمة. وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد. فرقة أصداء الغدير تم تكريمها فيما مضى، وننتقل إلى أول مشاركة وهي مشاركة فرقة ثوار القائم من قرية باربار، نستقبلهم مصحوبين بالصلاة على محمد وآل محمد. يعطيكم العافية إن شاء الله. كما نلاحظ أن الفرقة كذلك فرقة شابة على الرغم من المشاركات التي لديها والإنجازات التي حصدتها. نشكركم شكرا جزيلا على هذه المشاركة، الظاهر أول مشاركة لفرقة ثوار القائم في المر. هذه أول مشاركة لفرقة ثوار القائم في المرخ إن شاء الله، ولن تكون المشاركة الأخيرة، ونرجو من الله العلي القدير أن تكون هناك مشاركات أخرى طوال العام. نشكركم شكرا جزيلا، وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد. نشكر فرقة ثوار القائم من قرية العبد الصالح السيد جواد الوداعي، والذي له نفحات في هذه الفرقة. آخر تكريم سيكون للمبدع والذي أبهرنا في هذه الليلتين جعفر المرخي، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. طبعا إسهامات الأخ جعفر المرخي الكثير منكم، أو جعفر الحاج عيسى الكثير منكم يعرفها، لكن ما لاحظناه في هذا العام من تغير في الإضاءة وفي الصوتيات دليل كبير على هذا الإنجاز الذي طبعا وصل إليه الأخ العزيز جعفر عيسى، جعفر الحاج عيسى، فله شكرا جزيلا على ما ساهم به في هذه الليلة وفي الليالي الماضية طوال العام، فنقول له شكرا جزيلا. يقول ما قلتوا لي البس غترة. نشكر السيد نزار، السيد كاظم رئيس مأتم المرخ، وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد. النساء مبشرة الأولياء البتول العذراء فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ذلك في السنة الثامنة قبل الهجرة، فناهيك عنها فأبوها السيد الأمجاد والرسول المسدد.